نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه بما فيها من أبعاد وبما فيها من بطولات تشكل حقيقة مرجعية لكل الثورات التي تنشد الحرية والعدالة، وفيها ينابيع من المعارف والكثير من الدروس والعبر لكل حركات الإصلاح والتغيير. إنها بحق أم الثورات الإصلاحية، أم الثورات الإصلاحية، أم الثورات الإصلاحية، ونموذجها الأعلى في هذه الحياة. من الممكن أن أي شخص من الأشخاص يرفع راية حق لكن لا يريد تطبيق الحق، إنما يريد الوصول من خلال تلك الراية إلى مبتغاه، أي يجعل الحق والعدل وربما الدين مطيته للوصول إلى منافعه والسيطرة أو السلطان أو ما شابه ذلك. ثورة الإمام الحسين من خلال إخلاص الإمام الذي لم يكن يريده الدنيا، من خلال إنشاد الإمامة للإصلاح الحقيقي في الأمة، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. والتزام الإمام الحسين والتزام أصحابه بكل المفردات الأخلاقية، لم يتجاوزوا ولا مفردة واحدة حتى يقولوا أن الغاية تبرر الوسيلة، أبدا. في ثورة الإمام الحسين الغاية تحدد الوسيلة، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى.